ثمنت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أرسولا فون دير لاين دور الرئيس عبد الفتاح السيسي في الوساطة في مسألة وقف إطلاق النار في غزة. وأعربت فون دير لاين عن تقديرها للجهود المصرية لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. مصر تستطيع أن تتفاوض الآن على وصولها لبرامج أوروبية أخرى مثل Creative Europe أو ما يطلق عليه Horizon Europe، وكل هذا سوف يعمق الروابط ما بين شعوبنا على الجانبين، جانبي ضفتي البحر المتوسط. طبعا هذه النقاشات إنما تتم في وقت أزمات طاحنة. نحن قلقون إزاء الحرب المستعرة في غزة، وطبعا الوضع الإنساني الكارثي هناك. إن غزة تواجه المجاعة ولا نستطيع أن نقبل بهذا. من الأهمية بمكان أن نصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار الآن، يطلق سراح الرهائن ويسمح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة. وأنا أحييك سيد الرئيس على مجهوداتك الشخصية للوساطة في مسألة وقف إطلاق النار.